عودة لتصنيف الاقتصاد المصري وفقا لمجلة فوربس. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد نجم المحلل الاقتصادي. بعد التحية، هناك إشادات دولية متجددة بالاقتصاد المصري، كيف تقيم ذلك في ضوء معدلات النمو الاقتصادي رغم تحديات جائحة كورونا؟ كل الساده المشاهدين، يعني في البدايه يا فندم لو حضرتك تبص للقائمه اللي احنا بنتكلم بصدادها النهارده، وهي ترتب حجم اقتصادات منطقه الشرق الاوسط وفقا لحجم الناتج المحلي الاجمالي لكل دوله. لو بصينا على المركز الاول والثاني هنلاقي ان احنا قدام المملكه العربيه السعوديه والامارات، وهم دولتين زي ما احنا كلنا عارفين هم دولتين بيعتمدوا اعتماد جزئي الى اعتماد كلي على النفط. فبالتالي لما احنا نيجي نتكلم عن مصر ان هي تترتب بعد دول نفطيه ضخمه زي السعوديه والامارات، والسعوديه بكل ما تملكه من قدرات شركه ارامكو العالميه، شركه ضخمه جدا بتنتج في الشهر في اليوم الواحد 10 مليون برميل نفط، قصاد ان مصر دوله ليست غنيه بالنفط وليس لديها احتياطات من الموارد الطبيعيه ولديها عدد سكان ضخم جدا تقريبا يساوي 3 أضعاف اللي موجود في السعوديه والامارات. فبالتالي احنا قدام انجاز حقيقي ان مصر تصنف ثالثا بعد هذه الاقتصادات. النقطة الثانية اللي احنا بنلاحظها انه لو بصينا على ان احنا كنا فين وبقينا فين، فاحنا في 2014 من حوالي 6 7 سنوات قبل ما يبدا برنامج الاصلاح الاقتصادي كان حجم الاقتصاد المصري اقل من 300 مليار دولار. النهارده احنا عدى علينا التعويم، التعويم معناه ان حجم الناتج المحلي بالدولار بينخفض، ورغم الضربة اللي هي اثرت في حسابات الناتج المحلي الاجمالي بس احنا قدرنا نعوض مره ثانيه ده. ودلوقتي صندوق النقد الدولي بيتوقع ان مصر تقرب من رقم 400 مليار دولار، ده اكبر رقم في تاريخنا، رغم وباكد على الحته دي، رغم الضربه اللي حصلت بسبب التعويم او تحرير سعر الصرف، لان تحرير سعر الصرف معناه انخفاض قيمه العمله المحليه قصاد الدولار. فاحنا لما بنيجي نقيم حجم الاقتصاد بالدولار معناها ان حصل انخفاض كبير في 2016 بسبب قرار تحرير سعر الصرف، لكن مع ذلك احنا في السنوات اللاحقه للتعويم قدرنا نعوض ده. فاحنا النهارده بالرغم من التحديات المتنوعه، طيب ما هي ابرز القطاعات الاقتصاديه التي دفعت بالاقتصاد المصري لهذا المركز المتقدم على مستوى الاقتصادات العربيه؟ بشكر حضرتك على السؤال ده، لان انا كنت فعلا هنتقل للنقطه دي، ان احنا اقتصادنا متنوع. التنوع ده هو سر قوه الاقتصاد المصري وصلابته. النهارده بلومبرج بتتكلم ان الاقتصاد المصري ضمن افضل 40 اقتصاد على مستوى العالم في مساله المرونه والصمود اثناء الجائحه. طيب ازاي مرونه وصمود، وازاي تم تصنيف مصر في هذه القائمه على الرغم ان مصر لا هي دوله نفطيه ولا هي دوله بحجم الصين او الهند او الولايات المتحده الامريكيه؟ السبب الوحيد هو التنوع. مصر عندنا موارد طبيعيه قليله مقارنه بعدد السكان، لكن احنا عندنا قطاع تشييد وبناء قوي، عندنا قطاع تجاره الجمله والتجزئه قطاع قوي، عندنا قطاع السياحه برضه بيرجع مره ثانيه بعد ما بدات الامور ترجع، التعافي العالمي يبدا يزيد والمعدلات النمو تزيد، وبعد ما اللقاح بدا يزيد نسبه التطعيم في مصر وحول العالم كمان. فاحنا عندنا تنوع. لو قطاع واحد اتضرب زي ما حصل في بدايه الجائحه زي قطاع السياحه، هناك اكثر من قطاع بالفعل يعوض ده الاقتصاد لم يتوقف عن العمل. طيب هناك ايضا يمكن اشاده نقدر نقول عنها بالخطه التي وضعتها الدوله للنهوض بالاقتصاد المصري في فتره زمنيه وجيزه جدا، وبالفعل اتت بثمارها. طبعا يا فندم، وهنا النقطه اللي حضرتك اشرت اليها في المقدمه، التحديات. احنا لم نكن نعمل في بيئه طبيعيه، لم نكن الاقتصاد المصري لم يكن يسير في وضع طبيعي او في شك او في تحديات عاديه، لا احنا من 2016 اولا اول تحدي اسقاط الطائره الروسيه، ثم العمليات الارهابيه اللي كانت متكرره من 2013، ثم بعد كده الاصلاح الاقتصادي وتبعاته، ثم بعد كده الحرب التجاريه بين امريكا والصين، ثم بعد ذلك عندنا الجائحه، جائحه كورونا. احنا مر علينا 5 6 تحديات قادره على هدم دول باكملها. ده غير طبعا انا جدير بالذكر هنا في النقطه دي مهمه جدا ان احنا نشير الى التحديات على حدودنا، عندنا تحدي كان في ليبيا، عندنا تحدي في غزه، عندنا تحدي في الشرق المتوسط. احنا لم نكن نعمل في بيئه هادئه او بيئه مثاليه، احنا كنا بنعمل في بيئه صعبه واستثنائيه، والعالم كله فعلا على شفا وجود اشتعال توترات ما بين امريكا والصين، ما بين الشرق الاوسط، الانسحاب الامريكي من العراق، من افغانستان، المشاكل الهجره اللي في اوروبا، الركود الاقتصادي، يعني عندنا مشاكل كتيره جدا.
فاحنا الانجاز اللي هنا اللي احنا بنحققه مش بس في ان الرقم كبير، لا، ان هذا الانجاز حققناه في ظل ظروف استثنائيه وصعبه للغايه. بالفعل اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد نجم المحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.